مرحبا أعزائي المشاهدين في هيئة أمهر الإعلامية، وليكم موجز أخبار اليوم. قدم المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية السفير دينا مفتي في الإحاطة الصحفية الأسبوعية الاعتيادية للوزارة أمس 28 أكتوبر حول الأنشطة السياسية الرئيسية. مزيد من التفاصيل يونس محمد. يا أوروبا هبرت كوميشن يا لما كفت بر كوميشنر يونوت بالسلطان. عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمكة مكنن اجتماعا يوم الاثنين السابق مع السيدة جوتا أوربلين مفوضة الشراكة الدولية لمفوضية الاتحاد الأوروبي والدكتورة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي. هنأت المفوضة جوتا أوربلينين الحكومة الإثيوبية على الانتخابات التي أجريت بنجاح طالبة وجهة نظر الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا الحكم والأمن في فترة ما بعد الانتخابات، وفي إشارة إلى الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد يخطط لاستئناف برنامجه التنموي ودعم أجندة الإصلاح للحكومة الإثيوبية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص مستعد لدعم الحكومة الإثيوبية في القضايا المتعلقة بالمناخ والطاقة والتنمية البشرية والصحة وجائحة كورونا والحكم الرشيد وتنمية القطاع الخاص، كما عرضت مخاوف الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الحاجة إلى إجراء حوار شامل بين الشخصيات السياسية. كما دعا دمق الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لانتهاكها والجرائم التي ترتكبها والضغط على الجماعة لسحب جنودها فورا من المناطق المحتلة في إقليم أمهرة. وأخيرا قال إن الوقت قد حان للجانبين لبدء الجولة التالية من آليات التشاور السياسي وخلق تفاهم وتطبيع العلاقات. የዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ፕሬዝዳንትም እንደዚሁ እንግዳችን ነበሩ። كما استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبي السيد دمك مكنن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر مورير، وناقش معه وشكر رئيس اللجنة الدولية للحكومة الأثيوبية على دعمها لأنشطة المنظمة، كما طالب بالحصول على المزيد من النقد والوقود وتراخيص الرحلات الجوية لعملياتها في تيغراي. وعرب السيد دمك عن تقديره للجنة الدولية لاطلاعها بواجباتها باستغلالية وحيادية بالنظر إلى سياسة عدم التدخل التي تتبعها المنظمة في الشؤون الداخلية لأي دولة. قال السيد دمق إن الحكومة الإثيوبية ستنظر في مهام المنظمة لتسهيل عملياتها الإنسانية، وكما أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الجوية الإثيوبية في مقلة في 23 أكتوبر وطائرة الأمم المتحدة التي منعت من الهبوط في مقلة. وجاء في البيان أن الهدف كان قاعدة عسكرية سابقة لقوة الدفاع الوطني، وهي الآن قاعدة تدريب ومركز لشبكة قتال تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. على عكس ما تدعي وسائل الإعلام، منعت الطائرة من الهبوط في مطار مقلة الخاضع لسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على الرغم من أن الرحلة كانت مرخصة من قبل الحكومة الإثيوبية. وبحسب ما ورد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أيضا، فإن السلطات الفيدرالية قد أجازت طائراتها لكنها تلقت تعليمات بإجهاض الهبوط من قبل برج مراقبة مطار مقلة. ليلاوي سودان بملكتنا. كما أصدرت الحكومة الإثيوبية عبر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإثيوبية بيانين بشأن الوضع في السودان. يعبر بيان مكتب رئيس الوزراء الذي كتب باللغة العربية عن ثقة الحكومة الإثيوبية بأن التجربة السودانية وحكمتها ستسود في استكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام السوداني تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني العظيم في سعيه الدؤوب لمستقبل زاخر.
ودعا البيان الصادر عن وزارة الخارجية كافة الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد في السودان وبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء هذه الأزمة سلميا، كما يدعم استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية. وأكد البيان أخيرا على ضرورة احترام التطلعات السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان. تم الاستيلاء على عدد من الذخائر والأسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة كتابر، كما سلم الشباب الرصاص للجيش الأثيوبي. وقال أحمد أراجاي أن أحد الشباب الذين جمعوا الرصاصات وسلموها للجيش المدني أنه شاهد المجموعة الإرهابية تتكبد خسائر بشرية، وشكر فانو هابتامو أحد الفصائل المتحاربة أهل دسي على دعمهم، ودعا الشباب للانضمام إلى الجيش من أجل حملة البقاء. لا تزال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تواصل جرائمها المتكررة والتي تسعى فيها إلى زعزعة واستقرار وتفكيك وحدة أثيوبيا، حيث أصبحت عائقا رئيسيا لازدهار أثيوبيا وتطورها. مزيد من التفاصيل عثمان محمد. لا تزال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية تواصل جرائمها المتكررة والتي تسعى فيه من خلالها إلى زعزعة استقرار وتفكيك وحدة أثيوبيا، حيث أصبحت عائقا رئيسيا لازدهار إثيوبيا وتطورها. والمعروف أن هذه المنظمة الإجرامية سعت من أيام حكمها إلى تفكيك الكيان الإثيوبي، حيث تواصل الآن مسيرتها كجماعة إرهابية. قال الأستاذ أبو بكر علي محمد المحرر في هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني القسم العفري إن وصول الجماعة الإرهابية إلى سدة الحكم لم يكن إلا بمساعدة أياد خارجية، وقال إنهم كانوا يقومون بتزييف الكثير من الحقائق وتقديم الوعود التي لم ينفذها للشعب الإثيوبي. هم كانوا طبعا أسسوا فروع تسيطر وتنهب ثروات المجتمع، منها جونا كانت تقرب الزيت تقريبا، وكذلك ديانا أنها تسيطر المناطق الملح وغيرها، وكذلك تيغراي لمات مهبر يقولوا، وهذه المؤسسات كلها تصب لصالحهم وتجمع ثروات المجتمع. المجتمع لما يقول حتى ما كانوا لهم السعر السوق كم ومتى وأين، هم يدعون أنهم ندفع ضرائب للدولة وجمعيات الشرعية، وكانوا يأخذون أموال الناس حتى إذا كان عندهم بوم ما يستطيع أن يصدره بنفسه ولكن يسلم عبر الجميع عشان يدفع الضرائب. أيوة، يدعون أنه ندفع الضرائب ونحن عندنا شرعية كاملة، أنت لازم تأتي ما عندك ونحن نصدره من الخارج يقول. وهذه الادعاء طبعا في النهاية فجر الموقف واستولت الشعوب في حكمه. حيث تسعى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية إلى تجنيد الأطفال ومنع دخول المساعدات وإشعال الحروب، كما ذكر ذلك السيد أبو بكر علي محمد. الأطفال الصغيرين يحتاجون من الأكل، يحتاجون من التعليم، يحتاجون من العناية. يعني جمعوه في جميع المناطق التيغراي وأدخلوه في هذا الحرب بشكل عشوائي، وكذلك أنه أدخل المحرق، وهذا طبعا بعيد عن المنطق وبعيد عن العقل. لا يمكن أبدا أن يتقبلها شخص سوي أو شخص يحمل ذرة من الرحم. ولكن ما زالوا هم مستمرين بهذا الشكل، يدعون أنهم جائعين، يدعون أنهم يريدون الأكل، ولكن الشعب الإثيوبي طبعا شعب محترم يؤمن بالدفاع عن نفسه، لكنها لا يؤمن عن قطع الرزق عن الآخر، فبالتالي يسمحون المساعدات أن تدخل التيغراي. وهذا طبعا ربما هم يظنون شذاذة العقل الإثيوبي، ولكن هذا ما يفرضه
الأخلاق والإنسانية على إثيوبيين. في دراسة نشرت في مجلة Natural Human وجد الباحثون أن الفيسبوك يمكنه نشر أخبار مزيفة بصورة تعتبر أسرع من أي موقع اجتماعي آخر. ووجد فريق من الباحثين بقيادة أندرو جيس من جامعة بريستن أن موقع التواصل فيسبوك هو الموقع الأكثر شيوعاً، فيه مصادر أخبارية غير جدير بالثقة. وأضاف أليب الجوانغول محاضر الصحافة والاتصال في جامعة ديلا أن الفيسبوك ينتشر فيه خطاب الكراهية وكذا المعلومات الكاذبة والغير موثقة في عدد من الدول تشمل آسيا وشرق أفريقيا، وذكر منها أيضاً أثيوبيا. ذكر المحاضر بأن ضعف الإجراءات لوقف مثل هذه المنشورات من قبل الفيسبوك أدى لشيوعه وانتشاره. وفي مقابلة حصرية نشرت في مجلة هيرلاند الأثيوبية ذكر أليبيل أن تداول سلسلة من المعلومات الكاذبة وكذا انتشار خطاب الكراهية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أدى إلى ازدياد النزاعات في أثيوبيا خلال الأشهر العشر الماضية، مشيرا إلى أن شركة فيسبوك لم تتخذ أي إجراءات حاسمة تجاه تلك الحسابات. قال الصحفي ووش التايه أن على جميع مواطنين البلاد محاربة عدو بلادهم دون أي تمييز، وقال أنه يجب على الأثيوبيين العمل معا لهزيمة العدو الذي جاء لتدمير البلاد. مزيد من التفاصيل تابعونا. خلال السنوات التي كان فيها النظام الإرهابي في السلطة نشهد انتشار التطرف في جميع أنحاء البلاد، والآن هو عامل رئيسي في الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وما تم تعليمه مؤخرا هو أن أهالي أمهرة يتآمرون لنشر خطاب الكراهية والأحداث غير المقصودة مع الجماعات العرقية الأخرى من أجل تدمير روابطهم مع الجماعة العرقية الأخرى في البلاد. يشرح الصحفي والمؤلف بشتاية أن شعب أمهرة مثل أي شعب آخر في البلاد قد تم دفعهم وإساءة معاملتهم من قبل النظام مما خلق تاريخا لا ينسى، بما في ذلك التآمر ضد شعب الأورومو. ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ነው ያላት። ይሄ ህዝቦች ምናምን የሚባለው ነገር በጣም አስገራሚ አባባል ነው። ስለዚህ ማህበረሰቦች ይኖራሉ፣ ስለዚህ ቋንቋዎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ግን አንድ ህዝብ አላት። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ህዝብ አላት። አዚዮቢያ لديها شعب واحد ويوجد داخل الشعب مختلف الاجناس واللغات ولكن في النهايه انهم شعب واحد، لذلك فانها تطورت كثيرا عن الماضي. ولكن اذا ذهبت الى الاقاليم الاخرى مثل اقليم امهرة وقراها فستجد الناس يذهبون بأرجلهم، وهذا ليس بمخجل، أنهم لم يسرقون أو يقتلون، بل أنه الفقر الذي فعل بهم، وهذا ليس عيبا، ولكن هذا الفقر لم يأتي نتيجة لعدم وجود المال، بل نتيجة الحكومة السابقة التي كانت تعمل في إشاعات عن شعب أمهرة، حيث كانوا يقولون شعب أمهرة هم أعداؤنا. قال الصحفي وبشت أن أجدادنا قدموا لنا دولة موحدة وممجدة، ويجب علينا أن نعمل على بناء دولتنا، ولكن قامت الجماعة الإرهابية بإفساد هذا من خلال نشر معلومات كاذبة وإثارة الريبة بين الناس. يا سبعة تامت كويتا بزنا بروتين أيين بسنا بتعم بركاتا قريها بتزر فرونت تنمالتني هي في خلال السنوات 27 سنة السابقة لقد رأينا أشياء كثيرة مثل نزوح شعب أثيوبيا، وهنالك أشخاص قضوا طيلة فترة حكمهم في السجن، والبعض الآخر خسروا أموالهم وممتلكاتهم مثل البروفيسور أسرات والمهندس تسفهون. وقال أن جميع الأثيوبيين قاموا بدورهم لإحداث التغيير على الرغم من حقيقة أن جميع الأثيوبيين دفعوا الثمن وأن الماضي هو زمن القمع. عندو جنب تشاون تاغلو لو تليا متايتشل ورومي ليفتشن بيدرج انكسكاسي بتشاون لو تليا متايتشل. لا يمكن لقوة واحدة أن تأتي بالتغيير مثل ما يحدث في أوروميا من حركة لا يمكنها وحدها أن تكفي، وكذلك إقليم أمهرة، ولكن القير لعبوا دورا كبيرا وكذلك الفانو في التغيير، سواء كان ما يحصل على الصعيد المكاتب الخاصة أو الحكومية والذي كان في داخل قوات الشرطة والجيش بما فيه الأم التي تبيع الفحم على قارعة الطريق، كان لهم دورا كبيرا وفعالا في التغيير الذي نحن فيه. وقال إننا حلفاء هذا العصر يجب علينا أن نعمل سويا لإحباط مؤامرة أعدائنا لتدمير البلاد وتسليمها للأجيال القادمة. ووصلنا إليكم إلى نشرة نهاية أخبار اليوم، كانت معكم فيوري زولدي من نهاية أمهر الإعلامية، وإلى أن نلتقي مجددا إلى اللقاء. ما هو السر وراء سعي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية احتلال مناطق في إقليم العفر وإقليم أمهرة؟ كما هو معلوم الآن هناك احتلت بعض المناطق في إقليم العفر،
ثم الآن احتلت وخرجت في الآن واحتلت أيضا مناطق في إقليم أمهرة، ما هو تعليقك؟ والله شوف، إذا كان مثلا هناك مفلس الإنسان في تفكيره وفي عمله، لابد يدعي أنه أو يمثل أنه يفعل شيئا ما، وهذا طبعا أولا جمعوه ودخلوا وانحسروا، لم يأتي في عقلهم إلا في تفكير بالية، وكان تفكيرهم معطلة بشكل عام، ولذلك هم في بداية الأمر ارتكبوا جريمة نكرة لا يرتكبها إنسان سوي على الإطلاق، اللي هو القوات المسلحة الإثيوبية أو القوات الموجودة أو متمركزة في إقليم التجراي. هم عملوا فظائع شنيعة عجيبة، فلذلك هم ربما فكروا أن هذا الأمر يمشي بشكل اعتيادي، ولكن الشعوب الإثيوبية هبت من بكرة أبيها أن هذه الأمر يحتاج إلى تنظيم أو حماية القانون في بداية الأمر، فهذا طبعا في نهاية المطاف هم فكروا أن هذه الأقاليم ربما ليس وحدهم، وهناك مجموعات تساعدهم في الخارج، هذه المجموعة امسكوا بهذه المناطق كما مسكتم من قبل، ربما تصلون إلى منطقة ميلي وهو الطريق المربوط من جيبوتي إلى أديس، وهذا طبعا ربما يهرب الرؤساء القادة الإثيوبيين يهربون، وإنتم تستولون على الأمور وفكروا بهذا، ولكن عندما تسألهم يقولون نحن تعرضنا بلا شفقة، إن كانوا هم تعرضوا بلا شفقة أو قليل الشفقة، وهم معدوم الشفقة أيضا، معدوم الشفقة على الإطلاق، وهم دخلوا في هذه المنطقة، الدخول طبعا إما الحرب معناه لوجستي، ولم يكن لوجستي في هذه الحرب في هذه الدخول، الأطفال الصغيرين يحتاجون من الأكل، يحتاجون من التعليم، يحتاجون من العناية، يعني جمعوه في جميع المناطق التجراي وأدخلوه في هذا الحرب بشكل عشوائي، وكذلك أنه أدخل المحرق، وهذا طبعا بعيد عن المنطق وبعيد عن العقل، لا يمكن أبدا أن يتقبلها شخص سوي أو شخص يحمل ذرة من الرحم، ولكن ما زالوا هم مستمرين بهذا الشكل، يدعون أنهم جائعين، يدعون أنهم يريدون الأكل، ولكن الشعب الإثيوبي طبعا شعب محترم يؤمن بالدفاع عن نفسه، لكنها لا يؤمن عن قطع الرزق عن الآخر، فبالتالي يسمحون المساعدات أن تدخل التجراي، وهذا طبعا ربما هم يظنون شذاذة العقل الإثيوبي، ولكن هذا ما يفرضه الأخلاق والإنسانية العلى إثيوبية. نعم، هي تستخدم الأطفال كذروع بشرية وهذا معروف. ما جدوى التحالف بين جبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية وأونق شني المنشقة من جبهة تحرير أورومو برأيكم؟ طبعا الأزمة تستفيد من الأزمة، كل واحد عنده أزمة العقل وأزمة التصرف، يعني ليس لهم هدف واضح وليس لهم أن يصلوا به، لكن أونق شنو هي مجموعة قليلة
تسعى ما بين الحين والآخر تظهر في وسط المجتمعات الأورومية تقريبا، ولكن ليس لهم هدف واضح على الإطلاق، لأنه في إثيوبيا طبعا مثل هذه الاضطرابات كانت في تاريخيا موجودة. أونيكمي يعني كان يسمونه حركة موجودة في أيام هايلي سلاسي، يقولون كانوا موجودين يقول، ولكن ماذا يريدون ليس عندي خلفية على الإطلاق، ولكن هم طبعا كلهم مجموعة تسعى إلى التخريب، تسعى إلى الدمار، لأنه لا تؤمن بالسلام ولا بالتفكير العادي إنسانية، ولا تؤمن بالتفكير الإنسانية، أنه فاقد الأمل يبدو. فلذلك يريدون أنه يستفيد من الزلازل الموجودة فيه حاليا، الزلازل الموجود في كل الظروف طبعا تسعى ومتربصة أنه تستفيد منه. هذا بالنسبة للمجموعة شنو، لكن مجموعة الشنو تزود منهم حشيش يقول، بالنسبة للتي بي ال اف يبعثون الحشيش في أماكن الزراعية يزرعون، وبعدين يبعثون إليهم حتى يؤكلوا الأطفال، يفقدون الوعي، حتى لما تناديهم في المعركة عندما يستسلمون يبكون ويهربون، وبعدين يصوبون البندقية، هذا غير واعي يعني. وهذه طبعا ناحية أونيكسانو ممكن يستفيد منها أنه وجوديا، أنه يظهرون أمام الغطرسة أنهم قوة، ربما يجدون سياسة يستفيدون عنه تقريبا. ما تعليقك على ما تقوم به جبهة تحرير تيغراي الإرهابية بحق المدنيين في إقليم أمهرة والعفر، وما حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات الخاصة والعامة في تلك المنطقة، في تلك المناطق؟ والله أنت تعرف أن الغزو طبعا بهذا الشكل، ميليشيات الأطفال، ميليشيات النساء، إذا غزوا في المناطق بالتأكيد أنهم يحصل الدمار، لأنهم ليس نظام، الجيش نظامي يحمل العقل ويحمل الأخلاق ويحمل العقيدة العسكرية، ولكن كل ما ينوون هم تخريب والدمار، وهذا نجحوا فيها في مناطق التي دخلوا فيها، حتى عشوائيا في بعض المواشي التي كانت ترعى في المناطق الزراعية كانوا يضربون النار عليهم، وكذلك المؤسسات التعليمية ومؤسسات الصحة كانوا هم يدمرونها بشكل عام، وهذا طبعا هذا شيء نتوقع منهم، لأنه إذا لم يرحموا أطفالهم لا يرحمون الممتلكات الشعوب، ولا يرحمون أيضا من المناطق التي دخلوا فيها، لأنه هذا بعيد عن العقلية هم يفكرون به، لأنه من تعطل عقله يرتكب أي شيء، لأنه ليس هناك وازع الديني ولا وازع الأخلاقي ولا وازع القانوني، فبالتالي هم بطبيعة الحال يرتكبون مثل هذه الفظائع، فبالتالي ليس هناك الشعب الإثيوبي في البداية الأمر أنهم يؤمنون أخيرا إنسانية، يؤمن بالإنسانية ويؤمن تمارس السياسي عبر الآليات المنافسة الشريفة، ولكن هم وهذا اعتبروه أنه ضعفا، ضعف للدولة، ضعف للشعوب الإثيوبية، ودخلوا مناطق ما زالوا هم يمارسون الغطرسة، يمارسون الزمار، يمارسون القتل في بعض المناطق في أمهرة، ربما يحاولون الدخول في بعض المناطق العفري من أبعالة وغيرها، ولكن الآن تنبهت الشعوب الإثيوبية بالتأكيد أنهم حازمين
في الأمر، وأنهم وقفوا موقف القوة. فلذلك هذا ليس عقل على الإطلاق، أن بضعة ملايين ناس يريد أن يهزموا مئات مليون إثيوبي، وهذا ليست منطق على الإطلاق، لا منطق يوحي. فلذلك الشعوب الإثيوبية حقيقة في بداية الأزمة كانوا غافلين عن الأمر، وكانوا يظنون أنهم شعب التكراي، شعب يحب السلام، يحب التطور، يحب الاستقرار، ولكن اتضحت أنهم إن سعوا بأوامر المجموعة معينة من المجرمين، ولذلك الآن لم يجدوا فرصة ما وجدوه في بداية الهجوم والحروب. هناك مبادرة وتحركات شعبية لإظهار وفضح هذه الجماعة الإرهابية لدى الأمم المتحدة باسم الظرف الأبيض للبيت الأبيض، كيف ترى هذه المبادرة؟ والله هذه المبادرة طبعا ممكن من يشجعه هناك أن الأمريكا في بعض المجموعات، ربما الدولة الحالية في أمريكا، أنه غزت شيخوخ في عقلهم، تجد ضوءا أخضر في بعض الأحيان، أنه حتى على الأقل ممكن إذا لم تكن دولة كاملة لكن الأفراد الذين يؤثرون على القرار ربما تشجعهم. ولكن هذا الأمر يتوقف على إثيوبيين وعلى إثيوبيا، أن الإثيوبيا بإمكانها أن تخلق المبادرة. طبعا شعب التجراي شعبي مغلوب، أما المجرمين هذا لا يمكن أبدا أن تجلس، لأنه لا يؤمنون بالسلام ولا يؤمنون بالقانون. فبالتالي هذه المجموعة ليست مسؤولية تؤهلهم أن الدولة تحاور معهم أو تجلس بحوارهم. فلذلك أولا لابد خلق المناخ من ناحية الدولة الإثيوبية، لابد الخروج من هذه المجموعة من المناطق التي استولوا عليه، ولابد ولابد من تقليم الأظافر هذه المجرمين. وإلا يعني صحيح أن هناك الاستقرار